في 2014 فقدت أول إشي فقدت مرسمي وبيتي. بعد ما خلصت الحرب بديت أبحث عن حالي كفنان، أبحث عن لوحاتي اللي تحت الأنقاض واللي مدمرة كانت تحت الأنقاض. صراحة تفاجأت بعمل ابني عبود اللي كان أول عمل بيرسمه. كانت بدايته هذه اللوحة، وهيها يعني 2014 تدمرت من الحرب. ما زلنا بنشعر إنه بنتلمس في اللوحة إنه أثار الدمار الموجود من 6 سنوات، وكأننا بنحتفظ في قطعة أثرية. وهذا بتحكي قصة، يعني مش فقط إنه هذه عبارة عن خربشات لطفل، برضو بتحكي قصة إنه كيف نجيت من الحرب. بديت أرسم من وأنا بصف أول، عمري كان 6 سنين. لما بطلت أشوف صحابي في الكورونا لقيت صحابي الجداد اللي هم الألعاب قدامي، رسمتهم وأنا برسم. دخل عصفور عنا على الدار، صدنا وحطيناه في القفص ورسمته. بعد أشهر هيك طيبناه، قعدت أرسم الصحاب الجداد اللي هم الألعاب. هذا الباندا اللي رسمته، وهذا العصفور، وهذه لعبة محمد، وهذه السلحفاة برضه لعبة، وهذه الزرافة برضه لعبة. وبدأ يعمل لوحات وبدأ ينتج أعمال ذات قيمة، وأنا صراحة تفاجأت من نتاجه، من عمله اللي قدمه إلنا. اليوم أنا بعزز دور الفن عند ابني، بحاول أزرع فيه ثقافة وثقافة الفن، وبعيدا عن الأجواء اللي بنعيش فيها في غزة بشكل يومي. ما بابا يرسم باجي اطلع عليه ايش برسم، فباشاركه بلون معه. كثير بسأل بابا عن الفنانين العالميين، وبسأله مثلا عن لوحات العالمية. بعد ما بابا يحكي لي عن اسامي الفنانين العالميين مثل ليوناردو دافنشي وفان جوغ، بروح ادور عليهم على النت وبرسم لوحاتهم. ومنهم اللوحات اللي برسمهم الموناليزا، ولوحة عباد الشمس. فنان يعني جزء من الشعب الفلسطيني، انه بتم قتله او بتم استهدافه زيه زي الاخرين، زيه زي المقاوم في نفس الخانة لدى الإسرائيليين. والفنان له دور إنه يوصل رسالته إلى كل العالم عبر هذه اللوحات وعبر أعماله الفنية اللي هي عبارة عن رسالة من شعبه إلى العالم الخارجي.